مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من همزه وصل. هذا البرنامج اللي دائما ما نفتح فيه احد الملفات المهمه ونتحاور فيها معكم ونسمع رايكم ونتواصل فيها معكم، سواء في هذه المشكلات او فيما تقترحونه من حلول، مع ايضا مشاركات الخبراء وغيرهم. دائما همزه وصل منكم وبكم وعليكم، وانتم اساس هذا البرنامج. اليوم سنفتح ملف من أهم الملفات المطروحة على الساحة المحلية. سنتحدث عن الإنتاج المصري، الإنتاج المحلي، الإنتاج الصناعي. فبعد تحرير سعر الصرف أو ما يسمى بتعويم الجنيه، ومن قبله بعد أزمة الدولار التي عاشت فيها مصر ربما أكثر من عام، بدأت تظهر ما هي عيوب الاعتماد الكلي على الاستيراد في الكثير من السلع وضعف الانتاج المحلي. الانتاج المحلي والصناعة هي أساس أي اقتصاد في العالم. الصناعة المصرية في جميع المجالات تدهورت بشكل كبير، خاصة في المجالات التي كانت مصر مشهورة فيها مثل الغزل والنسيج وغيره. سنتحدث اليوم عن أهمية عودة المنتج المحلي لينافس، سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي. طبعا بالطبع قامت الحكومة بمجموعة من المقترحات ومن الأدوات لطبعا تشجيع الصناعة المحلية وتشجيع المنتجين على تجويد هذه الصناعة. المستهلكين من رأيهم أن لا تجبرني على شراء شيء أراه في أسوأ مما أدفع فيه. طبعا مشكلة كبيرة، سوف نحاول الوصول إلى بعض المقترحات حولها، وسيكون سؤال حلقة اليوم هو كالتالي: ما هي آليات زيادة المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق؟ هذا هو سؤالنا اليوم من همزة وصل. بالطبع تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كلها بعنوان واحد، همزة وصل إي جي، على الفيسبوك، تويتر، جوجل بلس، وإنستغرام. ولمن أراد المداخلة عبر الفيديو يمكنه الاتصال بين همزة وصل إي جي على السكايب. مشاهدينا الكرام، هذا الموضوع موضوع مهم، موضوع نتمنى منكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي لنسمع آرائكم. وكما عودناكم دعونا نخرج إلى تقرير سريع ضعنا في موضوع الحلقة، ثم نبدأ بعدها التواصل. يعد قطاع الصناعات المحلية عماد الاقتصاد الوطني والأقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية، لذا فإنه يحتاج إلى تعزيز حقيقي من قبل الحكومة ليكون قادراً على المنافسة وسط السوق المحلية والأسواق المجاورة. وللدولة دور أساسي في حماية المنتجات الوطنية، وذلك عن طريق إيجاد بنية تشريعية لحماية المنتج المحلي، وكذلك تشكيل جهاز لمكافحة الإغراق وتزويده بالكوادر والخبرات اللازمة. وفي هذا الإطار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر الشباب والذي عقد مؤخرا في مدينة أسوان، أكد استعداده لتنفيذ كل الأفكار والمشروعات التي يتم طرحها لتنفيذ فكرة إنشاء 12 كيانا لصغار المستثمرين في محافظات الجمهورية، وذلك طبقا لسعة التي يتحملها السوق المصري، وإضافة لإمكانية تقديم حوافز للمستثمرين لإنتاج صناعتهم في مصر. وللمستهلك دور مهم وأساسي في تشجيع ودعم المنتجات الوطنية، وذلك من خلال الإقبال عليها، وخاصة إذا كانت بنفس جودة المنتج المستورد، حيث أكد الرئيس السيسي أن الدولة تقوم بالفعل بتقديم منشأ ككيان جاهز بالترخيص لمجموعة صناعات عليها إقبال كبير وعليها تكلفة مالية وضغط على الدولار للمستثمرين، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة لتنفيذ أي فكرة تكون قابلة للنجاح على الفور. ويرى خبراء الاقتصاد أن تنمية الانتاج الصناعي تتطلب تمكينه من منافسة المستورد من السلع المنافسة، وذلك عن طريق إنتاج صناعة نوعية وفق المواصفات الدولية، إلى جانب متابعة الأسواق المحلية من قبل لجان متخصصة قادرة على كشف السلع الرديئة التي دخلت الأسواق دون خضوعها للفحوصات اللازمة. إذا
إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا التقرير السريع يضعنا في موضوع حلقة اليوم، ونتمنى دائما منكم التواصل وسماع آرائكم ومشاركاتكم وربما اقتراحاتكم أو ما ترونه من وجهة نظركم، فأنتم المستهلكون ومنكم أيضا من هم من المنتجين سواء على صعيد صغير أو على صعيد كبير. دعوني أستمع إلى تعليقاتكم وتواصلنا معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع إيمان الشيخ، موقع التواصل الاجتماعي الأساسي فيسبوك همزة وصل إي جي، ومجموعة من التعليقات التي لديك إيمان. أظن أن الموضوع مهم وأن هناك كثير من المشاركات. نعم، كثير من المشاركات والتعليقات كما ذكرت حسام. السواد الأعظم هنا من التعليقات يركز على ضرورة تركيز الدولة والحكومة المصرية بشكل خاص على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعم الشباب، منحهم بعض القروض لاستصلاح الأراضي الزراعية، وضرورة التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية في السوق المصري. يعني كانت هذه معظم التعليقات تدور حول هذه النقاط. ممدوح أبو عاصي أبدأ به، يقول: لزيادة المنتج المحلي في السوق المصري يجب أن تقوم الحكومة المصرية بإنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة، توفير الإمكانيات للشباب لتفريغ طاقتهم في العمل من أجل زيادة الإنتاج، وأيضا توفير السلع والعمل على القضاء على الاحتكار وزيادة الأسعار. كواعب البرهمي أنتقل إليها، وهي صديقة همزة وصل، تقول: يمكن زيادة المنتج المحلي بتشجيع الصناعات الصغيرة ومنحها أو منحها قروض مع الإشراف عليها وشراء هذه المنتجات لبيعها أو تصديرها، وتعليم الحرف لتشجيع الصناعات اليدوية، مساعدة الشباب بالإشراف والتسهيلات في استصلاح أراضي لزراعتها، وفتح أسواق مع الدول لتصدير تلك المنتجات بعد بحث حالات طلب السوق لدى تلك الدول كما فعلت الصين، ودرست احتياجات مصر ثم أغرقت السوق بهذه المنتجات. أيمن الأنصاري أنتقل إليه، هو صديق همزة وصل أيضا، يشاركنا بهذا التعليق ويقول: آليات زيادة المنتج المحلي والوطني لتلبية احتياجات السوق المصري تكون من خلال إنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة بكل أنواع المنتجات الصناعية إلى جانب السلع الغذائية في أنحاء الجمهورية. لابد أيضا من الاهتمام بالإنتاج الزراعي في تغذية السوق المصري، والاهتمام بالسلع الغذائية الأساسية والتركيز عليها لدعم الاكتفاء الذاتي، وأيضا تشجيع المنتجات اليدوية وتسويقها في معارض وطنية. بالنسبة إلى المنتجات الصناعية، هو يقول: نطالب الجهات الحكومية بوجود حلول لتقليل تكاليف خطوط الإنتاج من المواد الخام حتى يساهم ذلك في انخفاض الأسعار وتصنيعها محليا. وأيضا هو يقول: مصر غنية بالموارد الطبيعية والمواد الخام. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نصدر المادة الخام إلى الدول الخارجية وبعد ذلك نقوم باستيرادها بأضعاف أضعاف الأسعار؟ ولماذا نحن لا ننشئ مصانع وطنية ومشاريع قومية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم تخفيض أو تخزين الفائض والتقليل من الاستيراد؟ يعني هو سؤال مطروح أمام زميل حسام عاطف وكل الاتصالات الهاتفية التي ستكون لدينا مشاهدين بعد قليل للرد على كل هذه التساؤلات من جانبكم. أنتقل إلى سيد غازي الذي يقول: علينا زيادة المنتج المحلي، ولابد أن يكون بنفس الجودة التي عليها المنتج المستورد، ولابد من إنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا لابد أن تكون هناك رقابة على الجودة كي نبتعد تماما عن المنتج المستورد. يعني مشاهدينا، كانت هذه أول مجموعة من التعليقات والمشاركات، ردود الفعل حول كيفية زيادة المنتج المحلي، وكانت معظم الآراء كما ذكرت منذ قليل تركز على ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على استصلاح الأراضي ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في السلع الغذائية. أنتقل بكم مشاهدينا الآن إلى الزميل حسام عاطف، لعلنا نجد عنده أو لديه بعض الإجابات على الأسئلة التي وردت إلينا هنا في هذه التعليقات. إليك حسام. بشكرك يا إيمان، وبشكر طبعا كل من شارك معنا، وسنحاول الإجابة على بعض هذه الأسئلة والمشاركة، وما زلنا في انتظار المزيد من تعليقاتكم سواء إيجابية سلبية، مشاركات مقترحات. نحن دائما في هذا البرنامج منفتحين دائما على مشاركتكم ومتابعتكم، هي أساس قيام هذا البرنامج. دعوني أتلقى مجموعة من الاتصالات الهاتفية سيكون ضيوفي فيها كالتالي.
السيد محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، ودكتور أيمن المتولي الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار. أبدأ بالأستاذ محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب. أستاذ محمد تحياتي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. طبعا مما لا شك فيه أن موضوع الصناعة الوطنية أصبح موضوع مهم، ملف تحدثت فيه الحكومة، تحدث فيه مجلس النواب، تحدث فيه الإعلام، تحدث فيه الكثيرين. الصناعة الوطنية يعني هناك صناعات أساسية زي صناعة الغزل والنسيج تمر بأزمات شديدة منذ سنين. عندنا كمية الاستيراد أصبحت بكثرة قتلت المنتج المحلي بشكل كبير، ومحاولات العودة محتاجة لمجهود جبار. في مجلس النواب كيف ترون هذا الملف؟ أولا شفت يدك، احنا في مرحلة فارقة، لابد ان احنا نحدد هويتنا كدولة. نعم. هل احنا دولة صناعية ولا دولة تجارية؟ للأسف الشديد ان خلال 10-15 سنة اللي فاتوا، اعتبارا من سنة 2002، كانت الدولة متجهة الى الاتجاه الى الاستيراد. نعم. السلع من الخارج. وكان ده من اخطر القرارات والتوجهات اللي اتخذتها الدولة، لان كونك انت تعتمد على الاستيراد من الخارج وانت دولة لا توجد عندك مصادر، واخد مساعدتك بترولية، وانت دولة ما يعني مصادر للعملة الصعبة، لا زي الرأس ما قالها صراحة في مؤتمر الشباب الاخير في اسوان، احنا دولة فقيرة، ما احناش الامارات ولا السعودية، عندنا موارد بترولية بنصحى الصبح نلاقي ملايين البراميل والدولارات داخله خزانه. خلاص يا استاذ محمد، المليارات ديت خلاص، البترول دلوقتي بقى ب 40 دولار و 50 دولار، هم عندهم مشاكل في ميزانياتهم دلوقتي. لا لا، بس السلعه وفيها ايرادات، انا بضرب مثل. نعم، بس احنا عندنا موارد تانية مختلفه ومتنوعه بشكل كبير جدا. يعني احنا لو اتكلمنا على الصناعه، يعني احد المشاركين معانا طرح موضوع بيقول لك احنا بنبيع المواد الخام ونرجع نستوردها شبه مصنعه. انا لو ما علقتش على حاجه من اللي اتقال اسالني. نعم، اتفضل. فانت هنا النهارده في توجه، والضروره والواقع بيفرض على مصر النهارده بعد ازمه الموارد في العمله الاجنبيه، نعم، وزيادة الاستيراد من الخارج بما هدد الميزان التجاري والموارد المالية من الدولار، فأصبح مفروض علينا ان احنا نتجه الى الصناعة. نعم. عشان نتجه للصناعة لابد ان احنا نهيئ البيئة الحاضنة للصناعة حتى يستطيع المستثمر سواء كان داخلي او خارجي ان يضخ اموال في هذه الصناعة. أكيد. ثانيا، ليه الصناعة مش التجارة؟ نعم. الصناعة هي أول حاجة بتزود لك معدلات الإنتاج، فبتزيد لك معدلات التنمية. نعم. نمرة اتنين، بتحل لك مشكلة البطالة، إنك بتوجد لك فرص عمل كثيرة وكثيفة تقدر تشغل فيها عمالك. أكيد. واخد بس عتك. نمرة ثلاثة، بتعتبر مصدر من مصادر تمويل موازنة الدولة في صورة الضرائب والرسوم السيادية اللي بتدفعها للدولة. صحيح. فإذا الصناعة وبرضو ممكن تكون مصدر للدخل العملة الأجنبية في حالة أن الصناعة دي وصلت لدرجة أن احنا نصدر. لما بيفيض عندي بقى بعد ما بعمل إنتاج وبغطي احتياجات السوق المحلي، ما يفيض عن الإنتاج المفروض أن أنا بصدره للآخر للخارج، وبالتالي يجي لي عملة أجنبية. صحيح. طب أنا ما صدرتش للخارج، لكن أنتجت ومنعت استيراد يجي من الخارج، يبقى أنا برضو قللت الضغط على العملة الأجنبية. في كل المناحي وفي كل المواقف بنقول أن الخيار الاستراتيجي لدولة مصر العربية هو الاعتماد على الصناعة. طيب، ان انا لما اجي اطرح قضيه استخدامات الصناعه اشوف مصادري الطبيعيه ايه. صحيح. يعني طب استاذ محمد ارجوك يعني ابقى معي، سانتقل لضيف الاخر دكتور ايمن المتولي رئيس الجمعيه المصريه للتمويل والاستثمار، وساعود اليك نفتح ملف الصناعه بشكل ادق. دكتور ايمن تحياتي.
مساء الخير يا حسام بيه على سعادتك وعلى السادة المشاهدين وعلى مصر كلها. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. طبعا أي صناعة في الدنيا التجارة الآن قايمة على التمويل والاستثمار. التمويل والاستثمار عشان أمول أو عشان أستثمر يبقى مستني عائد. أول نقطة، بعد هبوط سعر الجنيه أمام الدولار وانخفاض قيمته أصبح فيه مشكلة لدى المنتجين، وهي ممكن تكون ميزة زي ما بيقولوا في التصدير ده إذا كنا احنا بننتج في البداية. تاني حاجة، مع ارتفاع نسب التمويل، نسب فايدة التمويل ل 12 وما فوق 12 مع العمولات بتاعة البنوك، أصبح الاستثمار عشان أنا استثمر في مشروع محتاج أن المشروع ده يدر علي ضعف هذه النسبة، اللي هو لو أنا بتكلم في 12 يبقى 24. الاستثمار زي ما قلنا هو جزء أساسي، هل هو مشكلة الآن في إنتاج المحلي؟ تعالى معلش اسمح لي إن احنا نرجع خطوة لورا. اتفضل. يعني خلينا ناخذ الامور في سياقها كما يقال. اتفضل. احنا يعني بسعادتك الكريم طبعا وله كل التحيه والشكر على الاراء العظيمه اللي هو قالها، انما احنا عندنا النوع ده من المشاكل في التعامل مع الامور. ان احنا ما عندناش توجهات استراتيجيه. تمام. بالعكس احنا يعني طول عمرنا استراتيجيه كدوله او كحكومه مرتبطه باشخاص وبميل نحو هذا الجانب أو ذاك. الأمر اللي غالبا كل الحاجات اللي بتخلق منافع عامة بتمشي مع الناس اللي مشيوا، وبيفضل لك المشاكل اللي انت ما بتعرفش تحلها زي مجانية التعليم، زي صندوق دعم صناعة كذا وكذا وكذا. الكريم اللي اتكلم على صناعة الغاز والنفيج، إذا كان الهدف الأكبر هو صناعة المنتج المصري، فالمنتج المصري ده زراعي وصناعي وخدمي. صحيح. مش من المفترض ان انا اقول ان انا لازم ابقى دولة صناعية. عندك دولة زي هولندا مثلا، دولة زراعية بالدرجة الاولى، ومش شايف انه عيب يعني نعم. الموضوع ملوش علاقة. صحيح. انما خليني اقول لحضرتك ان احنا كلام الضيف الكريم كان كلام سليم جدا جدا فيما يخص التوسع في الصناعات اللي مصر فيها عندها ميزة نسبية. تمام. حضرتك عندك عدد من المشاكل ينبغي ان تؤخذ كلها في إطار منظومة واحدة، وينبغي التعامل معها، وإلا يبقى كل الكلام اللي احنا بنقوله ده غير ذي جدوى. حضرتك نفس الموضوع ده لو كنت عملت الحلقة دي هي من 20 سنة أو من 40 سنة كنت هتقول نفس الكلام. صحيح. والمواطن ما كانش هيحس بأي فرق، ونفس الشعارات اللي احنا بنستخدمها بنفس الطريقة دون إيجاد أي حلول عملية. خليني أقول لحضرتك إن الصناعة المصرية اللي حضرتك قررت سنة 60 انك تحميها وتفرض اجراءات جبائية على كل المنافس من المستورد، كأنك بالضبط النهاردة جايب راجل عنده 60 سنة وجايب والدته عشان تعدي الشارع، وبعدين تطلب منه ان هو يكبر ويقدر يحمي نفسه. هل ده جائز؟ هل ده ممكن؟ لا طبعا، غير وارد. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا لا، انا هحميك في اطار خطه مثلا 5 سنوات. اول سنه هتبقى الجمارك قد كده، ثاني سنه هتبقى الجمارك قد كده. بكل اسف ده ما بيحصلش. بكل اسف حضرتك بترفض بتزود الجمارك بشكل جبائي، والدول الثانيه بتفرض جمارك على حاجتك وبتعمل حظر زي دول الاتحاد الاوروبي في بعض المنتجات الزراعيه، لان العالم كله بقى اصبح قريه صغيره خلاص، ما عادش في حاجه مستخبيه. يعني وش قوتك الاقتصاديه اللي تخليك تقدر تفرض الكلام ده على الناس؟ وبعدين نفس الالعاب بنفس الطريقه حضرتك داخل في اتفاقيه منظمه التجاره العالميه اللي بتقول لك دكتور هي المشكله ان احنا بنحاول نعيد اختراع العجله. العجله اخترعوها من زمان، والطرق موجوده، والكتيبات بتاعه الاقتصاد خلاص موجوده، احنا محتاجين ندرسها ونعملها. ده كلام زي الفل. تعالى نبتدي بقى نبني الهرم من تحت. حضرتك النهاردة عندك مشاكل، الأول فيما يخص البنية الأساسية. تمام. سواء بنية أساسية مادية أو بنية أساسية تشريعية. إحنا كلنا مصر كلها مستنية صدور قانون الاستثمار. تمام. قانون الاستثمار اللي مفروض أنه يكون قانون يحل المشكلة على الأرض. طيب اسمح لي أقف عند النقطة دي يا دكتور، ونرجع لسيادة النائب محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب ونسأله. سيادة النائب، دكتور أيمن بيقول لك بقالنا سنين مستنيين قانون الاستثمار اللي هو المفروض يكون بداية القاطرة اللي تشد الاستثمار والإنتاج والصناعة وغيره. يعني أولا تحياتي للدكتور أيمن،
بس انا عايز اشير ان احنا ما بنتكلمش فقط على صناعه الصناعات النسجيه. اه طبعا لا احنا بنتكلم على عموم الصناعات زي ما هو قال. بنتكلم على قطاع الصناعه في جمهوريه مصر العربيه. احنا بنتكلم يا سياده النائب احنا بنتكلم على الزراعه لان ده انتاج وعلى الصناعه وعلى الخدمات ما هي دي كلها انتاج. انا عشان كده كنت عايز اقول واوضح ان لجنه المشروعات في مجلس النواب اللي تم استحداثها لاول مره في تاريخ مصر اسمها لجنه المشروعات المتوسطه والصغيره متناهيه الصغر. تمام. ما قالتش لجنه الصناعات. ايوه. عشان احنا حاطين في اعتبارنا المشروعات الصناعيه اللي هي الانتاجيه والزراعيه والخدميه. فاحنا في النهارده بندور على تنميه المواطن المصري وتنميه مصر وزياده مواردها من الانتاج. اكيد. عشان اعمل بيئه حاضنه لهذا الموضوع انا محتاج كمان البنيه التشريعيه. صحيح. وهو ده اللي الدكتور كان بيتكلم عليه. تمام. يعني لو الدكتور ايمن متابع اخبار مجلس الوزراء يعلم تماما ان من اسبوعين او ثلاث اسابيع مجلس الوزراء وافق على مشروع الاستثمار الجديد وراح مجلس الدوله عشان يراجع من الناحيه القانونيه. تمام. بما لا يصطدم مع وفي نفس الوقت راح لمجلس الشعب عشان يدرسه. مجلس الدوله مجلس الدوله وافق عليه وهيتم ارساله الى مجلس النواب. تمام. عشان يتم اقراره والموافقه عليه. جميل. ليست القضيه فقط قانون الاستثمار، ده انا عندي قانون التراخيص الصناعيه. صحيح. كمان عشان عندي عائق كبير جدا في التراخيص اللي بتصدر لمن يرغب في اقامه مشروع النهارده. صحيح. النهارده في تم الموافقه داخل البرلمان وفي لجنه الصناعه على تعديل قانون الرخص الصناعية للمشروعات الصناعية حتى تكون بالإخطار للمشروعات الغير خطرة والتي لا تؤثر على الأمن القومي. تمام. ففي تيسيرات، في لسه قانون العمل لابد أن يدخل عشان نعمل البنية التشريعية لتجعل مصر دولة جاذبة للإنتاج وللاستثمار. تمام. من غير بنية تشريعية، من غير إرادة سياسية، يعني أعمل البنية التشريعية وما عنديش الإرادة السياسية لزيادة الإنتاج يبقى أنا برضو ما عملتش حاجة. صحيح. النهاردة في دور مهم جدا، أنا عايز أدي لسيادتك مثال في مادة خام زي الرخام. النهاردة الرخام بيتاخد كمادة خام بلوكات. صحيح. وبيتبعت للصين يطحن ويرجع تاني يرجع لنا في صورة منتج نهائي بأسعار. هو مش منتج نهائي، هو منتج وسيط بيستخدم في صناعات تانية. لا، في المادة بتاعته كرخام. طب ليه أنا النهاردة كحكومة أسمح بهذا التصرف؟ ليه أنا النهاردة ما أعملش دراسات جدوى لمشروعات تبقى قائمة ويبقى الشباب يتفضل يلاقي دراسة الجدوى بتاعته موجودة ويلاقي التمويل؟ احنا عندنا 200 مليار جنيه النهاردة موجودين بالبنوك التجارية مبادرة بقالهم سنتين يا سيادة النائب، بقالنا سنتين لم يستخدم منهم غير 5 مليار جنيه. نتيجة ان المناخ الخاص بالانتاج والصناعة غير صحي حتى الآن. تمام. طيب برضو في نقطة تانية، فكرة اتكلمنا عليها كتير قوي، الاقتصاد الموازي، الورش الصغيرة، الدكتور، ما هي دي خدمات، دي خدمات بيقدمها الواحد، ده انتاج محلي، بدل ما انا اضطر ان انا اروح لمدرسة اجنبية او مستشفى اجنبية استثماراتها الاساسية اجنبية، ليه ما نشئش انا الحاجات ديت؟ احنا بنتكلم في حاجات بنحاول نفتح بيها الانتاج المحلي، الفلوس ما تطلعش، الناتج ده ما يطلعش بره للمستثمرين الاجانب، على عيني وعلى راسي يجوا يستثمروا ويستثمروا فلوس، لكن الاولى ان احنا كمصريين نستثمر فلوسنا جوه. والدليل ان احنا لما حبينا نعمل ازدواج قناه السويس جمعنا مبلغ رهيب جدا في 10 ايام. فالاقتصاد الموازي برضو نقطه مهمه. مع احترامي وتقديري لك، مش ان انا اعمل ليه مدرسه خاصه، لا، انا محتاج ان انا اعمل استثمارات في مجال التعليم. الدوله تمام. اصبحت غير قادره على اقامه الابنيه التعليميه، واصبح النهارده التكدس والكثافه في الفصول تفوق استيعاب القدره التعليميه بالنسبه للفصل الواحد.
أكيد. فأنا كوني أدعو للاستثمار في مجال التعليم ومجال الصحة، لا ده شيء مطلوب. يعني ما نقدرش نقول إحنا ليه بنقول إن إحنا بنعمل مدارس خاصة، لا موجودة، لأن لن تستطيع الدولة بقدراتها وإمكانياتها المالية إن تحل مشاكل خدمات وبالذات في قطاع الصحة والتعليم. فده عايز تدخل رؤوس أموال كبيرة تدخل تحللنا هذه المشاكل. تمام. سيادة النائب أنا بشكر حضرتك. سيادة النائب محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعضو مرة جديدة الدكتور أيمن المتولي رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار. دكتور أيمن، يعني كنت بتتحدث عن البيئة التشريعية، أنا برضو سألت على قصة الاقتصاد الموازي ومحاولة، لأن ده إنتاج، الدكتور بينتج، السباك بينتج، كل واحد فينا بيشتغل شغلانة فهو منتج، سواء خدمة أو إنتاج حاجة ملموسة أو سواء صناعية أو زراعية. أولا شكرا على سؤال سعادتك حسن بيه، وكامل التحية والتقدير لأستاذنا سيادة النائب محمد المرشدي على اهتمامه بالإيضاح وعلى تأكيده لعدد من النقاط اللي سعادتك طرحتها. تمام. خليني الأول برضو نتكلم واحدة. أنا أكدت في معرض حديثي السابق إن إحنا كلنا مستنيين قانون الاستثمار عشان يتلافى الفجوات التشريعية اللي كانت موجودة قبل كده، وأنا أعلم تمام العلم، ولكن إحنا عندنا عدد من المشاكل يمكن قد يكون خاص باللائحة التنفيذية للقانون، خاص بالفساد في الجهاز الحكومي. حتى لو من غير فساد، خاص بأن واحد مستثمر عايز يجي يعمل مشروع قعد 3 سنين 900 يوم بالضبط، ده كان أحد ضيوفي في برنامج أوراق اقتصادية، قعد 900 يوم 3 سنين عشان يلف على 31 هيئة عشان ياخد موافقات قبل ما يفتح أي حاجة. خاص بأحد المستثمرين من إحدى دول الخليج الشقيقة اللي أنا كنت يعني بقوم بعمل بعض الحاجات التجارية ليهم. إحنا بنتكلم يعني عشان قانون الاستثمار يقلل ده كله ويخليها شباك واحد. الراجل كان عايز يحول 250 مليون دولار، قالوا له طب شوف الشركة اللي هتنشئها تبقى تبع وزارة النقل ولا وزارة الاستثمار. يعني الموضوع صعب، إحنا محتاجين نغير الثقافة الاستثمار الأول. تمام. يمكن الحكومة من 2004 ل 2009 كانت قدرت في مجال الخدمات حاجات زي الكول سنترز وحاجات كده، احنا بنتكلم على متوسط 8.25 مليار دولار في السنه استثمارات اجنبيه باجمالي 42 مليار دولار. ولكن الفساد في الوقت نفسه، انت من 2000 ل 2008 خرج من عندك تدفقات نقديه غير شرعيه حوالي 57 مليار دولار، يعني 6 مليار دولار. انت محتاج تتعامل مع المشاكل دي عشان الموضوع ما يبقاش سعرات الصمامه ما تؤديش لـ. طيب انا سريعا يا دكتور عشان انا للاسف الوقت ما حضرتك بيدهمني، فكره حضرتك كلمت على قصه ان تشجيع المنتج المحلي، ان انا عايز الناس هي اللي تنتج، عايز المشروعات الصغيره والمتوسطه هي اللي تتحرك سريعا. خلينا نجهز، يعني انا عشان حضرتك كلمت على الاستثمارات الخارجيه، انا عايز الناس هنا اللي تتحرك والحمائيه وغيره. حدي حضرتك بشكل واضح، حضرتك لما بتعمل له بيئه مناسبه للاستثمار وتفهمه ان 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 جوده انتاجه واسعار انتاجه هي السبيل الوحيد لاستمراره. انا مش هفضل خليك تعمل بجبل كاستور بتاعت سنه 40 وبعدين استغرب جدا ان الناس ما بتشتريهاش، وبعدين مش هفضل اقول ايه هو ليه الشعب مش بيستثمر عندنا. سعادتك راس المال لا دين له ولا وطن. صحيح. راس المال جبان زي ما بنقول. انا النهارده هحط فيدي في جيبي واطلع جنيه غير لو انا هكسب وهكسب كويس. صحيح. انما المستثمر الاجنبي يوم ما هيجي هتقول له طب انت هتستثمر هنا بس مش هتطلع الدولارات بتاعت مكسبك، هيجي لك؟ لا طبعا. دكتور ايمن للاسف انا الوقت دهمني مع حضرتك، انا بشكر حضرتك على هذا التوضيح. دكتور ايمن المتولي رئيس الجمعيه المصريه للتمويل والاستثمار، وبشكر ايضا الاستاذ محمد المرشيد وكيل لجنه المشروعات بمجلس النواب على مداخلتهم المهمه. مشاهدينا الكرام، دائما نعتمد على مشاركتكم باما بالتعليق او كاميرا همزه وسط تذهب اليكم في الشارع لتاخذ تعليقات من مجموعه عشوائيه من الناس، فلنستمع الى هذه التعليقات. المصري نقدر نصدره بره، لازم اولا الحكومه تكون لها دور. تقول لي دور ايه؟ لازم تكون الدور في تساعد الصناعه زي الصناعه الصغيره، يعني زي الورش الصغيره. سوق العمل يتواءم مع الدراسه
اللي اولادنا بيدرسوها في المدارس. يعني حضرتك احنا عندنا التعليم الفني مثلا ما بيخرجش لسوق العمل العامل المطلوب او الحرف المطلوب. ليه ما يكونش عندنا مدارس خاصه بالحرف، مدرسه خاصه للسباكه، مدرسه خاصه للميكانيكا فقط؟ نوفر الاول المادة الخام، وتاني حاجه ان احنا نشجع الشباب ان هم يعملوا مشروعات صغيره او حرقه او حرفيه، نعرف نصدرها بجوده، طبعا بجوده مناسبه عشان نعرف نصدر المنتج ده وينافس المنتجات اللي هي المنتجات العالميه. ان احنا نفتح المصانع اللي مقفوله ونشغل الناس ونعمل مصانع، نشوف البلد عايزه ايه ونعمله، نشوف ايه اللي ناقص عندنا بدل ما نستورده من بره نصنعه، نجيب الخامات من بره ونصنعها بدل ما نصنع بره ونجيبها بنصنعها ندفع جمارك وندفع وندفع. لا احنا نحاول نعمل الكلام ده كله. طبعا دي كانت مجموعة من آراء المواطنين بشكل عشوائي في الشارع. دعونا نستمع إلى تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي مع زميلتي إيمان الشيخ مرة جديدة. تفضل إيمان. نعم حسام، كما رصدت كاميرا همزة وصل التعليقات في الشارع بأنه لابد من ضرورة التركيز على الصناعات الصغيرة والاهتمام بالتعليم الفني بشكل أكبر في المستقبل، لأنه هو من سيقوم على رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. عمر كمال أبدأ به هذه المرة، يقول زيادة الانتاج المحلي يتم عن طريق أولا تشجيع الصناعات التي يكون السوق في حاجة إليها بالفعل وليست أي منتجات أخرى، ثانيا لابد من تشجيع الشباب بتسهيل الإجراءات الروتينية كذلك القروض المادية التي تفيد في استمرار المشاريع الخاصة بهم، وثالثا هذا البند هو هام جدا وهو لابد من توفير الرقابة والمتابعة المستمرة للمنتج المحلي بالنسبة للجودة والسعر خاصة المصدر منه إلى الخارج. سيد غازي أيضا يقول علينا زيادة المنتج المحلي، لابد أن يكون بنفس الجودة التي يتمتع بها أو يتميز بها المنتج المستورد، لابد أيضا من إنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة وأن تكون أيضا هناك رقابة على الجودة كي نبتعد عن المنتج المستورد. طيب يعني مشاهدينا كانت هذه مجموعة أخرى من التعليقات. الآن زميلي حسام حاطف هو في الانتظار في استوديو تحليل همزة وصل، ربما معه جولة أخرى من الاتصالات الهاتفية. تفضل حسام من جديد. بشكرك يا إيمان وبشكر طبعا كل من علق. دعوني أنتقل إلى مجموعة جديدة من الاتصالات الهاتفية سيكون ضيوفي فيها كالتالي: دكتور عمرو سليمان مدرس الاقتصاد بجامعة حلوان، ودكتور رامي فهيم خبير التسويق. دكتور عمرو سليمان أبدأ مع حضرتك، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ حسام. دكتور عمرو، لو احنا اتكلمنا على الصناعة المحلية والإنتاج المحلي عندنا مشاكل عدة. طبعا في المؤتمر الأخير للشباب بأسوان طرح منه الكلام كتير، فكرة ان احنا عايزين نعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة ونشجع الشباب، عندنا مواد خام موجودة مش عارفين نصنعها او نعملها بشكل تحويلي، بنضطر نبقى حتى برا ونجيبها تاني نشتريها، عندنا مواد خام بنضطر نستوردها من برا، حتى صناعة الدواء اللي كانت مصر متقدمة بشكل ما فيها اصبح المواد الخام كلها من برا. لو حضرتك كلمت عن الصناعة المحلية، عايزين نطورها، عايزين نخلي المنتج المحلي منافس على الصعيد الداخلي قبل ما نبدأ نتكلم على الخارجي، سريعا أرجوك. أولا الموضوع والنقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها هي نقطة هامة جدا جدا جدا، وهي ان احنا نتعامل مع المنتج المصري وفقا لمفهوم القيمة الاقتصادية المضافة. نعم. بمعنى ان احنا من المهم جدا جدا ان احنا نتكلم على منتج نهائي ذو قيمة عالية جدا. يعني خليني هقول مقارنة سريعة جدا يفهمها المواطن البسيط. خلينا نقارن ما بين كيلو بطاطس جاي من الغيط زي ما هو وكيلو بطاطس معبأ في أكياس مغسول ومعبأ محطوط في السوبر ماركت. الفرق ما بين الاثنين ان احنا نصدر الاثنين للخارج في القيمة الاقتصادية مرتفع جدا طبعا. وبالتالي واحنا بنتكلم على يا مصر دولة زراعية ولا صناعية، لا احنا عايزين نتحول الى التركيز على القيمة الاقتصادية في المنتجات المصرية. بمعنى احنا عندنا عديد من الصناعات او ما المرتبطة بالزراعة او ما يعرف بالتصنيع الزراعي صحيح. وده
مدخل مهم جدا 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 للاقتصاد المصري لتحقيق تميز وجودة عالية جدا. النقطة الثانية المهمة، لازم نبقى فاهمين ان احنا عشان ننافس في السوق المحلي لابد ان ننافس في السوق الدولي. في الحقيقة في خطأين شائعين موجودين في الثقافة الاقتصادية في مصر لازم نحاربهم. الأول فكرة ان احنا هننتج ونكفي السوق المحلي واللي هيفيد نصدره. لا ده صحيح، هذا المفهوم انتهى من العشرينات. أكيد. مش موجود على الإطلاق. واحنا بنتكلم في الألفية الثالثة، الصين على سبيل المثال وهي الدولة الأبرز في التصدير ما بتصدرش لمصر، الفائض من سجاجيد الصلاة والفائض من السبح، ده هي بتعمل لمصر أو للدول الإسلامية مخصوص الحاجات دي بالضبط. فاحنا لازم وعندنا اتفاقيات خاصة بالتجارة الحرة مع أفريقيا، الكوميسا والتداك والتجمعات الأفريقية، عندنا فرص في هذه الأسواق اللي لا تزال بكر والمنافسة فيها لينا فيها مزايا كبيرة جدا، إن احنا نشوفهم محتاجين إيه ونشتغل عليه بقدراتنا المادية والبشرية. المفهوم الأخير المهم جدا اللي لازم ناخده وإحنا بنتكلم على آليات زيادة المنتج المحلي، إن سياسة الحماية التجارية أثبتت فشلها في كل دول العالم. صحيح. ومش مسموح إن احنا نعيد تكرار الفشل مرة أخرى بإن احنا نقول لازم نحمي الصناعة المحلية بإن احنا نحط جمارك عالية ولازم نوقف الاستيراد، ولكن لأننا في ظروف استثنائية كانت خاصة بالعملة ولازال سوق سعر الصرف يحتاج إلى مزيد من الاستقرار، أتصور أن احنا ممكن يبقى عندنا إجراءات مؤقتة للسوق لمدة 3 شهور أو 6 شهور على الأكثر. إنما أيوة. يجب أن نؤكد أن السياسة العامة للاقتصاد المصري يجب أن تكون هي سياسة منفتحة على العالم. المنتج المصري حتى يستطيع أن ينافس السوق المحلي يجب أن ينافس السوق الدولي، وبالتالي نحصل على أعلى مستوى من الجودة. كوريا الجنوبية والدول النمور الآسيوية لما فتحت أسواقها في الأربعينات والخمسينات، وفي المقابل دول أمريكا اللاتينية ومصر قفلنا الأسواق بمعدلات جمارك عالية جدا جدا وبقيود صعبة جدا، كانت النتيجة أن هم تقدموا ومنتجاتهم أصبحت منافسة محليا ودوليا، ومع الأسف إحنا لسه بنعيد السؤال بعد عشرات السنين. دكتور عمرو سليمان مدرس الاقتصاد بجامعة حلوان، أنا بشكر حضرتك على هذه المداخلة المهمة، وأنتقل لدكتور رامي فهيم خبير التسويق. دكتور رامي تحياتي. وعليك السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور رامي، المستهلك المحلي اللي هو اللي في النهاية شاف السلع المستوردة الرديء منها والمتوسط وغيره، احنا الوقت لو جينا قلنا له تعال احنا هنعمل هذه السلع، هو بيقول لك لا انا شايف ان منتجاتنا مش قد كده. فكرة الحمائية، فكرة الانتاج عشان يلبي اذواق المستهلك المحلي، زي ما قال دكتورنا في المداخلة السابقة، قال ان فكرة ان انا عشان انافس محليا لازم ابدأ انافس عالميا، لان خلاص ذوق المواطن الداخلي اختلف. دكتور بتكلم عن الذوق اللي اختلف. مش موضوع ذوق اختلف او اي حاجة، هو الموضوع كله ان التسويق احنا بنتكلم فيه كذا نقطة في التسويق. نعم. الجزء الاولاني وهو المنتج نفسه. وفي بعد كده كيفية ان حضرتك بتبدأ تعمل له الشكل بتاعه، لو في ازايز او في علب او اي كان، ثم في النهاية الليبل والستيكر اللي بيتحط اللي هو بيظهر المنتج. تمام. طبعا احنا مع الاسف ساعات بنسترخص في الحاجات دي فعليا، رغم ان المنتج الداخلي بتاعنا بيكون على افضل ما يكون. يعني انا حدي مثال مثلا في الناحيه الغذائيه، لو وده عشان موضوع كنت لسه فعلا بنتكلم فيه من شويه اصلا مع مجموعه، زيت الزيتون. احنا بنتكلم زيت الزيتون بتاعنا بتاع سينا كان نمره واحد في يعني من افضل زيت صحيح في العالم كله. رغم ذلك كان علبه الازازه زيت الزيتون بتاعتنا هنا كانت زمان حوالي 40 50 جنيه مثلا او 60 جنيه، وتلاقي حضرتك بتاخد ب 150 جنيه او 100. ايوه جنيه. طبعا اللي حصل في المرحله اللي فاتت، انا حسيت عن موقف عشان برضه التطور بتاع الاسعار بتاعنا في الاني مرحله. كان انا هتكلم عن الاسعار بتاع اللي انا كنت يعني بنشتري من المزارع بتاع سينا، كان زمان ب 35 جنيه الكيلو. حضرتك عارف النهارده وصل لكام؟ 100 جنيه الكيلو بالظبط.
واحد وصل ل 100 جنيه، نمرة 2 وصل ل 85 جنيه. ده قبل ما يدخل اصلا يتعصر، وقبل ما يدخل يتعبى ويتصفى وغيره. دلوقتي زيت الزيتون ان هو يشترى من سينا بهذا السعر، بعد كده لسه تكاليف النقل اللي هي شبه صعبه جدا. ايوه. المشكله الثانيه اللي احنا بنواجهها وسبب زياده الاسعار المجنونه ان طبعا ان سعر المستورد ده غالي جدا، مش هيقدر يدخل أيوة. في مصر ب 400 جنيه والكلام ده كله. ولكن المشكله الثانيه ان الشركات بقت تنزل على سينا وتاخد الكميات كلها وتطلعها تصدرها من بره بره. فالمشكله في مصر انك مش هتلاقي زيت زيتون نظيف ثاني. ايوه في الموسم اللي جاي. اذا انت ممكن يعني انا بتكلم الدكتور لما كان بيتكلم قبليه يعني بيتكلم ان احنا المفروض ان احنا بننافس عالميا، لا انا في عندي مشكله كمان دلوقتي اللي انا عاوز ابدا اكفي نفسي اكفي المنتج المحلي، اكفي الاستهلاك المحلي. دكتور رامي فهيم خبير التسويق، انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، وطبعا المثال اللي حضرتك ضربته كان ابرز مثال على ما نحتاجه لتقويم هذه المنظومه. مشاهدينا الكرام، للاسف طبعا ملف مهم، ملف عميق جدا، يحتاج الى حلقات وحلقات، ولكن وقت حلقتنا انتهى. دعوني اطرح عليكم سؤال حلقه الغد من همزه وصل، وهو كالتالي: ما رايك في قرار جامعه القاهره لتدريس ماده الاخلاق والقيم اعتبارا من العام القادم؟ هذا هو سؤال من أسئلة همزة وصل، سؤال يصب في مشاركتكم، يصب في تعليقاتكم، يصب في ما تعيشونه يوميا. هذا البرنامج دائما منكم وبكم وإليكم، ونعتمد فيه على مشاركتكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم، دائما هي مرحبة بها في همزة وصل. إلى اللقاء في حلقة أخرى.